Mari kita ulangi setiap ayat 3 kali. Ya, kita baca surah Al-Zalzalah. Mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa menghafalkannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Mari kita ulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. صدق الله العظيم.